انطلقنا وعلى الله توكلنا ومن الله دائما وأبدا طلب التوفيق والسداد والنجاح. انطلق هذا الشوط الثامن المخصص لسن الحقائق القعدان ومن ضمن انطلاقات هذا المحلي الرابع وتسعيرة هجر الشحانية وهذا المهرجان الذي توافد له أبناء مجلس التعاون حيث الأعداد الكبيرة والجماهير القفيرة. وأبدأ بداية مع من يحتل المركز الأول دلهام محمد بن فاران بن علي بن حمد المري يتقدم مع ولي الأسماء. المركز الثاني القزال فيصل بن محمد الجربوعي يقدم لنا القزال إلى المركز الأول. المركز الثاني أتابع الحضور في هذه اللحظات هنا من الوسمي علي بن محمد بن براك السبدان يتقدم بالوسمي للمركز الثاني. المركز الثالث أتابع هنا الحضور من قبل مخلص سالم بن حمد النابت يقدم لنا مخلص على المركز الرابع. المركز الخامس حايز للسريع سعد بن محمد بن صافية. هكذا هو ندان الأول لهذه الأسماء لمعركة من معارك الحقائق والبداية ومقدمة الشوط هنا مع الغزال فيصل بن محمد بن علي الجربوعي يتقدم في هذه الأثناء ليقدم لنا شعار الزبداني. يصل في هذه الأثناء يتقدم هنا ليقدم الوسمي وكذلك السريع بحايز سعد بن محمد بن صافية يصل السريع بإنجازاته إلى المركز الثالث. المركز الرابع بن فاران وصل هنا بن قريع يأتي هنا ليقدم لنا شعار بدلهام محمد بن فاران بن قريع يصل إلى المركز الرابع. المركز الخامس أتابع هنا الحضور في هذه اللحظات من قبل وهنا مخلص سالم بن حمد النابت هكذا للمرة الثانية. بن قريع يصل في هذه اللحظات إلى أول التحديات يصل بشعاره الكبير. انطلق هنا بدلهام محمد بن فاران بن علي بن قريع يصل إلى المركز الأول لمن الشوط هذا يا إخواني. المركز الثاني الوسمي علي بن محمد بن براكة الزبداني يصل بالوسمي. المركز الثالث وأتابع هنا السريع يصل بحايز. المركز الرابع متعب ماجد بن محمد بن حلفان وصل بن حلفان في هذه اللحظات وأتابع هنا الحضور هنا ميهوب حمد بن راشد الإسنادي يقدم لنا ميهوب في هنا مهيوب في هذه اللحظات ولكن بن قريع ما زال صامد بدلهام. الوسمي هنا بشعار بن براك الزبداني يصل هنا بالوسمي بن قريع وهنا وتابع بن براك وكذلك هنا بن حلفان. معركة الأمتار الأخيرة ما زال دلهام صامد ولكن أتابع الوسمي. وصل الوسمي يا إخواني بشعار بن براك الزبداني ومهيوب هنا بشعار حمد بن راشد السنيد ما بين السنيدي والزبداني وكذلك بن قريع لكن حضر هنا مهيوب هنا بهذه المهابة هنا بهذه الانطلاق الفذ في آخر الأمتار. انطلق هنا وحيدا ليعبر عن إمكانياته وقدراته بانطلاقة كبيرة وأتابع جماهيره هنا يتحمسون بهذه اللحظات وبدأت مؤشراته هنا بهذا الحضور الكبير. انطلق حلق أبدع تميز يا سلام يا سلام مهيوب حمد بن راشد السنيد من حقق ناموس هذا الشوط بكل جدارة بكل استحقاق بكل اقتدار بكل افتخار بكل عرض لافت للأنظار. تهانينا والناموس والانتصار لحمد بن راشد بن حمد السنيد مالك مهيوب المركز الثاني كان من نصيب الوسمي علي بن محمد بن براك الزبداني. المركز الثالث لب صير راشد بن سالم بن سعد النابت. المركز الرابع كان من نصيب الأسد علي بن صبيح بن علي البريص. المركز الخامس حايز سعد بن محمد
بن حمد الصافي، هكذا تابعنا وإياكم هذا البطل من حضر في آخر الأمتار في الأمتار الأخيرة، محقق ناموس في هذا المهرجان، مهرجان تسعيرة هجن الشحانية لموسمه الأول، ومحقق لنا عرض لافت للأمانة للأنظار، ومحقق ناموس ولا أروع في هذا الصباح وأول أيام هذا المحلي الرابع وتسعيرة هجن الشحانية، وهذا الدعم الكبير الذي تقدم لنا هجن الشحانية لهذه الرياضة ولهذه الشعارات، شعارات أبناء القبائل. إذن مهيوب يحقق ناموس هذا الشوط لحمد بن راشد بن حمد السنيد. التوقيت الزمني 4:30 28 جزءا من الثانية. تهانينا لك يا أبو راشد على هذا الناموس الكبير والمستحق. المركز الثالث الوسمي علي بن محمد بن براك الزبدان. التوقيت الزمني 4:32 جزءا من الثانية. المركز الثالث كان من نصيب لبصير راشد بن سالم بن سعد النابت. توقيت الزمني 4:34:36 جزءا من الثانية.